اليوم غنقدم لكم واحد لا جينواز ان شاء الله. وهانتم معايا البنات، عندنا 4 البيض، عندنا معلقه صغيره ديال فاني، جوج معالق د الحليب، جوج معالق د الزبده، عندنا كاس ونص د الفرينه، عندنا كاس د العنبه ديال السكر سنيده، وكاس ونص د العنبه ديال الفرينه، قبصه ملح، ونص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الكاطو. وهانتوما معايا مشاهدي الكرام البنات، ها حنا غنديرو بسم الله البيضه الاوليه، الثانيه، نجيبو سنيدة، قبصة الملح، وهانتوما معايا. المهم البنات، هانتوما حنا غن نديرو البيض ديالنا يطلع بهاد الطريقة. هاهي البنات، لاجينواز ديالنا طلعت، البيض طلعنا، وها نتوما تبعو معايا مرحلة كيف غنكملو لاجينواز ديال البنات. هانتوما معايا، هانتوما البنات كنقبطو فاني، نديرو هاد المعلقة، تنقبطو فارينة، تنبقاو نكبو تدريجيا هكا، ونبقاو نطلعو من التحت، نبقاو نطلعو على جينواز وحدة. هانتوما معايا، نبداو نطلعو على هاد الشكل. الا ما كانتش هكا جينواز ديالنا راه ما غطلعش. تنجيو الخميره ديال الكاطو، تنديروا القياس اللي حطيت لكم، نبقى هنا تنخلطوه، ثم هاد الفرينه اللي في هذا، تنبداو نكبو ونبقاو عاوتاني على هاد الشكل، نطلعو من التحت ونبقاو لهدا. البنات على هاد الشكل، حنا غادي نديرو فرينة عاود اللي بقات دقيقة ديالنا اللي بقا، قمنا جوج معالق الزبدة وجوج معالق الحليب فقط، صافي، ونديرو هطيب على 180 راه ما تتقبطش طيب بزاف، غير على ما هكا تقبل داك اللون الذهبي مفتوح، صافي طيب الجينواز ديالنا ونحيدوها، صافي الساعه ديك الساعه نوجدو لها الكريم، كريم باتيسري، ونخدموها. هانتوما بقى لنا، المهم
تنجيو البنات المعلقه الاوليه ديال الحليب، جوج معالق الحليب اللي درنا اللي ضفنا، وغنخلطو عاود على هذا الشكل. هانتوما تجي زوينه وخفيفه، تطلع بها الطورطه ديالنا غزاله. وغنزيدو جوج معالق ديال الزبده، هما جوج معالق، هما جوج معالق فقط، جوج الحليب فقط. هانتوما تجي على هذا الشكل، وهانتوما معايا حتى النهايه ديال الجينواز البنات، الجينواز ديالنا. هانتوما تجي طالعه تبارك الله. هانتوما هانتوما البنات، حنا غنديروها في المول ديالنا، وهانتوما معايا غندوزو نكبوها. هانتوما غنديروها البنات فران طيب الجينواز، وهانتوما معايا حتى طيب الجينواز ديالنا. تنديروها في الفران على 180، الفران يكون بارد، ومات ماشي بحال الكيكه تتجلس 30 دقيقه ولا 35. كاين الكيكه اللي تطيب 35 دقيقه، 40 دقيقه، 45. هذه ماشي بحال الكيكه، طيابها ماشي بحال. وهانتوما معايا اللي حضيها دغيا كطيب. هانتوما البنات الجينواز ديالنا الجينواز طابت، تجي على هذا الشكل رطبه، تجي خفيفه، تجي زوينه. ايوا انا وشتها معكم، حتى ندوزو نوجد معكم كريم باتيسري ونديرو الطورطه ديالنا. وهانتوما معايا. المهم البنات احنا نكملو على ها الجينواز ديالنا اللي خدمنا. عندنا عطرو ديال الحليب لا كريم، عندنا سميتو دانيت كراميل فاني شكلاط الحلويات البيض. عندنا هاد لاكريم، لاكريم 200 غرام لاكريم، ها هي تكون في اي مغازة تكون. عندنا بسكويت مهرمش مطحون، وهادو المكونات ديال باش غنخدمو الحلوة ديالنا. تبعوا معايا البنات. عندنا البنات هاد لاجينواز ديالنا اللي كمسنا، هي كانت مكنسه ليله كامله وهي في الفريغو، ما لحقنيش الوقت باش نسقم هذه الساعه، ما كيوقع لها والو، كتبقى رطبه. ها نتوما البنات كنقطعوا هاد الطاب ديال الزبدة هذا، وحطو في على الشكل، تنخليو غير العبار اللي غنحطو فيها الحلوة. تجي هاد الحلوة غزالة بحال الفاي بحال الليمون، تجي زوينة. القياس ديال الحلوة. هانتوما معايا البنات، هيا لاجينواز ديالنا حطيناها فهاد الجن. تنجيبو كسرونة الحليب باش غنسقيو لاجينواز ديالنا. المهم البنات تنقبطو هاد ليطرو ديال الحليب بارد، تنكبوه على هاد الطريقة. هانتوما تنقبطو لاكريم هي هادي الساشيه كلها 30 غرام. ها نتوما معايا
هي البنات غنكبوها على هذا الشكل. هيا هيا لا كريم باش نقربها لكم تعرفوها من القريب. هذه اللي تيديروها في الملفاي، هيا تدار بها حتى الملفاي. هذه هيا البنات 200 غرام تتبع وجهه. نبداو نخلطو هاد لاكريم ديالنا وغنديروها على تنخلطوها مزيان في الحليب بارد وغنديروها في البوطه حتى غتقال. وهانتوما معايا البنات، هما حنا نشعلو على البوطه وتنقلو لها البنات. هانتوما بهذا الشكل تنقلو لها وتنبداو نخوضو، ما نرصوش بالتخواض حيت لحقاش باش ما تكلكلش هكذا وت هذا. هانتوما البنات تنبداو البنات نخوضو على هذا الشكل. انتوما بهذا الشكل انتوما معايا. وتنبداو نخوضو هكذا البنات غير بشويه، تنزيدو شويه في البوطه شي شويه. هانتوما الكريم غتبدا تطلع غير بشويه، ما تبعدوش من حدا حتى دقيقه د المكانه. لابد خص لي حطيها وخص لي هذا. وشكرا على ديك التعاليق البنات، وهلا يخطيكم وشكرا. تنشكركم بنات وولاد صراحه الله، التعاليق ديالكم جميله بحالكم، وهلا يخطيكم ونتمنى لكم السعاده في حياتكم. ونتمنى هاد لاغوسيطات عفوا اللي تندير مره الانسان تيغلط في الكلام، يغلط بزاف ديال الحوايج. نتمنى نكون خفيفه عليكم وما نكونش ثقيله على القلوب ديالكم البنات. واش غنقول لكم، تقبلوا على التقديم اللي تنقدم وعلى كل شيء على حسب. راه نتوما عارفين الانسان تيكون غير بوحديتو تيعاون راسو براسو. ونتمنى لكم تنتوما التوفيق في الحياه ديالكم، وربي يوفق لكم ويوفقنا جميعا. وشكرا. وهادشي اللي كاين البنات وبنات وولاد، حيت ما داخلينش معايا غير البنات ومن اي بلد. تنشكركم، هادشي اللي غنقول لكم البنات. تنشكركم بزاف. وكاين اللي ما تنقدرش نتواصل معاه باللغه، تيدخلوا عندي الاجنبيين للاسف، تنكتب لهم غير الكتابه. نتمنى التوفيق للجميع وهادشي اللي كاين وهادشي اللي كاين البنات. المهم البنات هاد لاكريم راه تكون ما فيهاش السكر، ما قلتها لكمش في التقديم، ولكن اللي بغى يزيد سنيده يزيد على حسب الشكلاط غيكون حلو ولا جينواز حلوه. وهادي بسكويت هو اللي غنزوق به في جناب حلو. بغيتو تزودو جوج معالق ولا ثلاثه السنيده تبقى لكم الاختيار. هادشي اللي غنقول لكم انايا على حسب. انا باش على الحلاوه بزاف انا ما درتش سنيده. بغيتو تزيدو سنيده شوفوا نتوما الاختيار اللي بغيتو البنات. هيا البنات لاكريم ديالنا بدات تتقال على هذا الشكل. هيا بدات تتقال، احنا جبنا الفوي صحيح. نتوما البنات بدات تتقال دابا على هذا الشكل. نتوما هيا غنطفيو عليها. نتوما البنات تقالت، هيا الكريم ديالنا غنزيد عليها واحد المعلقه ديال الزبده دابا. هانتوما البنات راه غنزيد ليها واحد المعلقه ديال الزبده دابا، معلقه كبيره. ها هي هانتوما البنات صافي، وغنخلط على هاد الشكل. يعني راها سخونه هانتوما الكريم ديالنا كيتجي تبارك الله، تجي غزاله. اللي كديري بها الملفاي كديري بها، بغيتي ديريها ديال الدار تنديرها ديال الدار، غير عاود مثلا نلقاو الحاجه اللي سهله وواجده عاود تنقولو حسن. هانتوما البنات هيا الكريم ديالنا طلعت هيا على هاد الشكل. وهانتوما معايا. المهم البنات
حنا جبنا لاجينواز ديالنا على هذا الشكل. هذه واخا الطريف هذا معايا هي فتيه وطاحت لي وهذا، انا غنسقيها ملي غنغطي بلا كريم وداك الشيء ما غيبقاش يبان. غنجيبوا الحليب على هذا الشكل وغنبداو تنسقيه على هذا الشكل. البنات هانتوما لاجينواز ديالنا باش تجي من هانتوما سقيوها مزيان. وانا غنزيد نعاود عليكم الا بغيتو تزيدوا لاكريم سنيده راه ما تتكونش حلوه، انا ما بغيتش نحليها على حسب باش ماشي غير الحلاوه في الحلاوه. تزيدوا دوك جوج معالق سنيده ولا ثلاثه زيدوا، المهم تبقى لكم الاختيار الحلاوه على حسب الذوق البنات. هانتوما على حسب الذوق، هانتوما هانتوما البنات تنجيو لاكريم ديالنا ها هي واجده تنكبوها. باش نقول لكم واخا تهرسات لي الحلوه من الجنب مشيت نشدها مع رطيطبه وطاحت لي في الجنيب، ماشي مشكل غتوقع لكم ما عندكم مناش تخافوا البنات. هانتوما كنقبطوا لاكريم ديالنا تنبداو ندفعوا على هذا الشكل هكا. هانتوما هانتوما البنات شايفكم امورتكم واضحه. هانتوما البنات هانتوما هذا الشكل هذا البنات البنات تنقبطوا واحد الرشه ديال البسكوي على هذا الشكل هنا الشكل. تنقبطو هادي راه ما تهرسات ما والو، ها هي تبارك الله ها هي ها هي. ودابا غندوزو للشكل ديال التذواب ديال الشكلاط ان شاء الله. البنات غنجيو لهاد الشكلاط بيض هو نديرو هذوك نتوما تبعو معايا المرحلة وراه تجي زوينة تجي زعما مذاق وديكور تجي زوينة البنات. البنات دابا راه الشكلاط ديالنا تيدو، درت الطنجرة فيها الماء منصة شوية ودرت عليها الطنجرة التانية صغيورين، درت حمام مريم الشكلاط راه تيدوب مع معلقة الزبدة 200 غرام ديال الشكلاط الابيض. وهانتوما معايا حتى ندوب الشكلاط ان شاء الله و تكملوا معايا التزيين حتى لنهايه الفيديو البنات. المهم البنات احنا غنديروا التزيين الكبيره دانيت هنايا كراميل بينا دانيط كراميل ها هو على ديك الشكلاط والزبده وديك فاني معلقه صغيره. هانتوما البنات حنا كان ديك العناصر تنطلقوها بعدياتهم هكا هانتوما غنجيو البنات غنكبو على هاد الشكل هانتوما العناصر كلها غنكبوها هانتوما هانتوما البنات غنقبطو الكغيط ديالنا قطعنا منو غنجيو على هاد الجنب هذا هانتوما مازال غنكملو هاد التزيين راه مازال مكملناش غنديرو غير في التلاجة تشد راسها واحد شوية هانتوما حيت
شد ديك لاكريم سايحة، شد راسها هكا انتوما على هاد الشكل. انتوما البنات هيا انتوما معايا البنات، دابا غندخلها للفريغو شي شويه تشد راسها، وعاد ان شاء الله غنمسحها شويه من الجناب وغنديرها في الفريغو ان شاء الله، وندوزو للتيان ان شاء الله. المهم البنات غنجيو الهضاني ديالنا شوكولا انتوما، هذا دابا حنا غنقدموا التيه ان شاء الله للحليوه ديالنا. نجيبوا هاد الشوكه على هاد الشكل وغنعمروها، وهانتوما معايا. المهم البنات تنجيبوا البسكوي ديالنا على هاد الطريقه، درناها شويه في الثلاجه بردات هانتوما، نحلو هي بدات لاكريم تات هذا، تنجيو البسكوي تنجيو لهاد الشناب، بعد غنوليو نطويو في الشناب هانتوما البنات. هانتوما هاد البسكوي هذا هنا مازال غنردوها للثلاجة البنات. تجي رائعة غزالة في المذاق، تجي رطبة، أنا ما تنقويلهاش في ديك لاكريم الحلوة سنيدة لداخل، تجي هي هاديك. كل بغيتو ديرو ثلاثة المعالق ديال سنيدة، داكشي تيبقى لكم الاختيار البنات. هانتوما مازال غنكمل معاكم التزيين حنا غاديين. تجي هذا المذاق البسكوي، اي بسكوي اللي عندكم تجي رائع البنات. منخش تجمد في الفريغو مزيان وتشد راسها، تنحيدو هاد الكاغيط تتبقى غير هي هكذا مزوقة ومقادة. أنا مازال معاكم في التزيينة البنات. المهم البنات غنجيو على هاد الشكل بهاد الشكلاط اللي قلنا في الأول، غنديرو وغنتبعو هكدا. التزيين ديالها تيجي رائع، تنزيد ونديرو هكدا عاود بهاد الطانيط، مازال غنديروها في الفريغو إن شاء الله. تجي غزالة هاد الحلوة تسحق التجريب. هاو تنوليو ندورو على هاد الشكل هكا، نديرو هكا، تنجيبو هاد العود ديال السنان نديرو هكدا هكدا، ونطلعو ونهبطو ونطلعو ونهبطو نطلعو ونهبطو نطلعو ونهبطو. تجي البنات ثقوا بيا راه جربوها ما غتسناوش عليها. تجي رائعة، تنجيو لهاد الوسط ونكبرو التعميرة ديالنا ديال ايوا حنا كملناها وغنديروها في الفريغو ان شاء الله البنات، وهانتوما معايا. هانتوما البنات نهاية الفيديو هو هذا، تنتمنى نكون خفيفة عليكم وهاد الحلوة ديالنا تكون خفيفة عليكم، وانا غندخلها للفريغو تبرد وتتقطع، وراه الطريقة اللي بغيتو في التقطع ديك الساعة. المهم البنات باش ما نطولش الفيديو ما تاكا قطعتها معاكم وهذه، ولكن راه تيقولوا عمرت الدار على باب الدار، باينه غير من الخدمه ديالها، غتعطيكم شنو هي في الخفه ديالها ولا في لاجينواز ديالها، راه باين كلشي. ايوا ها نتوما البنات دابا غنديروها تبرد وتجي على هذا الشكل وتجي رائعه، ونتمنى نكون خفيفه عليكم، وما تنساوناش بواحد اللايك فضل الله يسر امرام. السلامه عليكم البنات، ونتمنى نكون خفيفه عليكم البنات.
السلامه.